أهلا بكم مشاهدينا إلى جولة السادسة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. الرئيس السيسي يوجه باستكمال مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح. خلال قمة مؤتمر تيكاد بتونس، مدبولي يدعو لتعزيز جهود القارة الإفريقية في تحقيق التنمية المستدامة. والأمم المتحدة تدعو لوقف الاشتباكات المسلحة في العاصمة الليبية طرابلس. ومن العناوين إلى تفاصيل هذه النشرة، السادسة مساء الرابعة بتوقيت غرينتش، أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة إخبارية مفصلة تأتيكم عبر شاشة إكسترا نيوز. وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي باستكمال كل مراحل التطوير الشامل لطريق الساحل الشمالي حتى مدينة مرسى مطروح وتزويده بكل الخدمات المرورية على طول امتداده. جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي مع اللواء أمير سيد أحمد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني وعدد من مسؤولي الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، حيث صرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول متابعة الموقف الإنشائي لمشروعات الهيئة الهندسية على مستوى الجمهورية. وقد وجه الرئيس السيسي بمراعاة تطبيق مخطط هندسي محكم يحقق حماية منطقة جنوب سيناء، وكذلك الاستفادة من مياه السيول وفيما يتعلق بالطرق والمحاور داخل نطاق القاهرة الكبرى. تم عرض جهود تطوير مدخل القاهرة الشرقي عند طريق حسين كامل، حيث وجه الرئيس السيسي بتطوير الشامل لذلك المحور الحيوي. كما تم كذلك عرض الموقف التنفيذي لمشروع مجمعات الأسواق والمقرر إقامتها في عدد من الأحياء بالقاهرة، حيث وجه الرئيس السيسي بمراعاة التعرف على متطلبات المواطنين من سكان تلك المناطق فيما يتعلق بالتفاصيل اللوجستية والخدمية لتلك المجمعات والأسواق. أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجود عدد من التحديات الاقتصادية شديدة الوطأة على القارة الإفريقية، وفي كلمة ألقاها نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الجلسة العامة الأولى للقمة الثامنة لمؤتمر طوكيو الدولي للتنمية الإفريقية تيكاد 8 والمنعقدة بتونس، أشار مدبولي إلى أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار، مع ضرورة التنسيق المشترك من أجل النهوض بالسياسات الوطنية الزراعية بأفريقيا. أود التنويه إلى عدد من التحديات الاقتصادية على قارتنا الأفريقية التي تستلزم التنسيق المشترك بهدف اتخاذ خطوات فورية وفعالة للتغلب عليها. أولاً، أهمية تنويع مصادر واردات الغذاء وتأمين سلاسل الإمداد لدول القارة بما في ذلك السيطرة على ارتفاع الأسعار سعياً للوصول إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي بين دول القارة، على اعتبار التأثير المباشر للأزمة الغذائية على أوضاع السلم والأمن في أفريقيا، وهو الأمر الذي يستدعي دعم الدول الأفريقية عبر تقديم حزم تحفيزية لاقتصادياتها في هذا الصدد. كما أكد مدبولي ضرورة إيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة الإفريقية، مشيرا إلى أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالقارة. ثانيا، الحاجة لإيلاء أولوية خاصة لتخفيف أعباء الديون عن كاهل دول القارة، خاصة في ظل ما نواجهه من تحديات دولية قاسية، ومن هنا تبرز أهمية التركيز على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويأتي ذلك استمرارا لخطة عمل يوكوهاما التي دشنها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مع أخيه الراحل شينزو آبي. ثالثا، ضرورة العمل على تفعيل منطقة التجارة الحرة القارية باعتبارها حجر الزاوية في الوصول إلى التكامل الاقتصادي المنشود بقارتنا الأفريقية، سعيا لتحسين مناخ الاستثمار والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة.
أكد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة المصرية تقدر الدعم المقدم من الجانب الياباني في مشروع المتحف المصري الكبير. تأكيد مدبولي جاء خلال اجتماع عبر تقنية الفيديو كونفرنس مع نظيره الياباني على هامش مشاركته في قمة تيكاد 8 بتونس نيابة عن الرئيس السيسي، حيث قدم رئيس الوزراء واجب العزاء في وفاة شينزو آبي، مؤكدا تضامن مصر مع اليابان، داعيا القطاع الخاص الياباني لضخ مزيد من الاستثمارات في مصر للاستفادة من إجراءات تحسين مناخ الاستثمار. كما نوه مدبولي بأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تعد مركزا لوجستيا مهما وبوابة للمنتجات اليابانية لإفريقيا. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد في كلمته خلال افتتاح قمة تيكاد 8، دعا إلى البحث عن سبل تحقيق آمال الشعوب الإفريقية. نحن في حاجة اليوم إلى أن نتصور آليات جديدة، وأعتقد أن شركائنا اليابانيين بتجربتهم وبإمكانياتهم وبتصورهم لهذه العلاقات سيمكننا من تحقيق أهدافنا وآمالنا وأحلامنا. وتونس دعت منذ دخولنا في هذه المرحلة الجديدة في التاريخ، دعت إلى خلق توازن جديد. العالم لا يمكن أن يستمر على ما كان عليه، وأفريقيا خاصة التي تعج بالثروات والخيرات لا يمكن أيضا أن تتوفر فيها كل هذه الخيرات وشعوبها تشكو البؤس والفقر وتشكو غياب عديد المرافق العمومية. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي قام بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من الضباط وضباط الصف والجنود من أبطال القوات المسلحة الذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم في التصدي للإرهاب بمدن شمال ووسط سيناء، ويخضعون حاليا للعلاج بالمجمع الطبي للقوات المسلحة بكبري القبة والمعادي. ونقل وزير الدفاع تحية وتقدير الرئيس السيسي للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل. قام الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بزيارة عدد من مصابي العمليات الحربية من أبطال القوات المسلحة والذين أصيبوا أثناء أدائهم لمهامهم ويخضعون للعلاج حاليا بالمجمعين الطبيين للقوات المسلحة بكبري القبة والمعادي. واطمأن القائد العام للقوات المسلحة خلال الزيارة على توفير أقصى سبل الرعاية الصحية للمصابين، وأوصى بتوفير كافة الإمكانات الطبية والعلاجية والرعاية الطبية الفائقة وسبل الدعم لهم. ونقل الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي تحية وتقدير السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة للمصابين وتمنياته لهم بالشفاء العاجل، مؤكدا أن رجال القوات المسلحة لا يدخرون جهدا في الدفاع عن الوطن وحماية حدوده وحفظ الأمن في مختلف ربوعه، معربا عن امتنانه بما لمسه من روح معنوية عالية لدى الأبطال المصابين واستعدادهم الدائم للعمل والتضحية والعطاء. ومن جانبهم قدم المصابون الشكر والتقدير للفريق أول محمد زكي على هذه الزيارة، مؤكدين أن الإصابة لن تثنيهم عن العودة والاستمرار لاستكمال مهامهم المقدسة من أجل الحفاظ على أمن مصر وشعبها العظيم مهما كلفهم ذلك من تضحيات. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بمصر، وذلك بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والسعودية والإمارات واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من الأردن والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية والبحرين بصفة مراقب
إلى جانب عدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. استمرت الفاعليات على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. يأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. اختتمت فعاليات التدريب المشترك هرقل 2 بجمهورية مصر العربية بمشاركة عناصر من القوات الخاصة لكل من مصر والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة واليونان وقبرص، فضلا عن مشاركة كل من المملكة الأردنية الهاشمية والولايات المتحدة الأمريكية والكونغو الديمقراطية ودولة البحرين بصفة مراقب وعدد من خبراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر. واستمرت فعاليته على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات بنطاق المنطقة الشمالية العسكرية. ويأتي التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة لنقل وتبادل الخبرات وتعزيز أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة. تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ القوات المشاركة مهمة مداهمة بؤرة إرهابية داخل قرية حدودية وتطهيرها واستعادة السيطرة عليها، حيث قامت الطائرات متعددة المهام بعمليات الاستطلاع وتقديم المعاونة الجوية، كما تم دفع مجموعات الاقتحام من القوات الخاصة وتنفيذ الإبرار الجوي والاقتحام الرأسي وتحرير الرهائن المحتجزة. كذلك نفذت قوات المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب. كما شملت الأنشطة المنفذة في التدريب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لصقل مهارات القوات المشاركة، كذلك تنفيذ معرض للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب والتدريب على أعمال الاستطلاع وتنظيم الكمائن، كذلك التدريب على توجيه الطائرات من على الأرض JTAC والطائرات الموجهة بدون طيار، والتدريب على التعامل مع المواد الكيميائية الخطرة بدائية الصنع بواسطة عناصر الاستطلاع الكيميائي والإشعاعي. وتنفيذ عدد من الرميات النمطية والغير نمطية بالذخيرة الحية باستخدام مختلف الأسلحة وبأوضاع الرمي المختلفة. أظهر التدريب مدى ما وصلت إليه القوات من تعاون وثيق بين كافة العناصر المشاركة في التدريب والقدرة العالية على تبادل واكتساب المهارات القتالية في أساليب وتكتيكات عمل القوات الخاصة. وألقى اللواء أركان حرب رفيق عرفات مساعد وزير الدفاع للتدريب كلمة نقل خلالها تحيات الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة للقوات المشاركة بالتدريب، مشيدا بالمستوى المتميز والجهد المبذول خلال مراحل التدريب وقدرتهم على تنفيذ المهام المطلوبة بكفاءة ودقة عالية، موجها الشكر لجميع العناصر المشاركة في التدريب. وفي سياق متصل نظمت القوات المسلحة زيارة ميدانية لكافة القوات المشاركة بالتدريب إلى مدينة العالمين الجديدة لرؤية المشاريع التنموية العملاقة المنفذة بها، مما عكس سعادة بالغة من القوات المشاركة بالتدريب لما شاهدوه من إنجازات عظيمة تضاهي كبرى المدن العالمية المنشأة على الطرازات الحديثة.
حضر المرحلة الختامية للتدريب عدد من قادة القوات المسلحة المصرية وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المشاركة بالتدريب. نفذت القوات البحرية المصرية تدريباً عابراً مع عدد من السفن التابعة للبحرية الأمريكية والإسبانية في نطاق الأسطول الشمالي بالبحر المتوسط عقب زيارتها لقاعدة الإسكندرية البحرية والتي استمرت لعدة أيام. تضمن التدريب مجموعة من الأنشطة القتالية البحرية المختلفة، منها تبادل صور الموقف العملياتي بمسرح العمليات البحري المشترك لتحديد أماكن التهديدات السطحية والجوية، والتدريب على العمل المتجانس ضمن قوة واجب مشتركة مكلفة بمهام حفظ الأمن البحري إلى جانب مجابهة التهديدات التي قد تؤثر على حرية الملاحة الدولية وتدفق التجارة العالمية بالمناطق ذات الاهتمام المشترك. في إطار توجيهات الرئيس السيسي لتنفيذ مشروع الجينوم المرجعي للمصريين والذي تم الإعلان عنه في مارس عام 2021، تنشئ القوات المسلحة أول وحدة بنك حيوي أوتوماتيكي بالكامل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا داخل مركز البحوث الطبية والطب التجديدي للقوات المسلحة، وذلك بالتعاون مع شركة ألمانية وأخرى مصرية. تتمثل أهمية وحدة البنك الحيوي في قدرته على حفظ وتخزين جميع أنواع العينات المستخدمة في البحث العلمي لسنوات طويلة، ما يسهم في تسهيل عملية دراسة العينات الحيوية دون الخوف من تلفها. تحت رعاية رئيس الجمهورية وفي إطار مبادرة كلنا واحد، استضافت وزارة الداخلية شباب وبراعم بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية. مش هنسيبك تعيش هنا، مش هنسيب أطفالنا يطلعوا كده، لا يمكن. طول ما أنا موجود مكاني ده والله لا سيب الناس كده أبدا. تبني الدولة المناطق الحضرية الجديدة لتبني معها الإنسان وترتقي بطموحات وتطلعات أجيال عانت من عشوائية البناء لفترات طويلة. بشائر الخير واحدة من المناطق التي حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على إقامتها كبديل لمنطقة غيط العنب العشوائية بالإسكندرية، لتحمل معها الخير لبراعم وشباب انتقلوا للعيش فيها بأحلام وطموحات جديدة لم تكن موجودة من قبل. عملنا معهم إيه؟ عملنا معهم إن إحنا أدخلنا البهجة والفرحة عليهم وغيرنا حياتهم وحياة أبنائهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا وبكرة طالع بين إيدينا. وزارة الداخلية تحرص على التواصل الدائم مع قاطني تلك المناطق، فقد وجهت دعوة لبراعم وشباب منطقة بشائر الخير وذويهم في إطار مبادرة كلنا واحد برعاية رئيس الجمهورية لقضاء يوم رياضي وترفيهي بنادي الشرطة بالإسكندرية، حيث تم اصطحابهم وأسرهم وتوزيع الملابس الرياضية عليهم وإتاحة الفرصة لهم لممارسة الألعاب الرياضية. بشاير الخير دي حققت لنا كل احلامنا، حياتي فرقت كتير. المكان الجديد ساعدني ان انا اعمل حاجات كتير. الرئيس عبد الفتاح السيسي الصراحه حقق لنا امنياتنا، مدينه كويسه جدا، كل الطرق بقت سهله، كل الاماكن بقت كويسه قوي،
ولسه اكيد من احلى الاحلى. البشاير مكان حلو، مكان نظيف، خلاني احلم اني اكون دكتوره، واصبح دلوقتي مكان محترم في حياه ادميه للناس، الناس قادره تعيش. البشاير جميله الصراحه، ولما عائلتنا كلها ومبسوطين قوي فيها، وبنشكر الرئيس عليها. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد وامالنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. فرحه كبيره على وجوه براعم وشباب منطقه بشاير الخير واولياء امورهم بهذه الدعوه الاولى من نوعها التي توجهها لهم وزاره الداخليه. وبالتغير الكبير الذي طرأ على حياتهم إلى الأفضل، ربما يفكر هؤلاء في رسم لوحة تعبر عن أحلام تحققت وطموحات يسعون إلى تحقيقها في ظل حياة كريمة وفرها لهم رئيس الجمهورية. الوقت ونفضل نكبر ونعيش ونشوف حياة كريمة وبني فعنا، رسمت طريق حقيقة هي بداية لينا. فرحانة قوي عشان كنت ما كنتش أحلم إن أنا أجي المكان ده هوت، وهم جم أخدونا. ركبت الخيل ولعبنا سلة وعملنا حاجات كتير ونزلت البسين. الحمد لله اليوم كله استمتاع بجد للولاد ولينا. يوم جميل النهاردة مع الضباط وضباطات الشرطة. اللي فاتوا يوم زي ده ممكن هيبقى يعني خسر كتير. أول مرة نعمل كده أصلاً في حياتنا. الشكرا مش كفاية للرئيس على اللي هو بيعمله لنا ده، من أول البشاير طبعاً بتاعتنا لحد الملاعب ولحد ان احنا وصلنا لحد هنا. دي طبعا مش كلمه شكرا مش كفايه للرئيس. ايوه شكرا مش كفايه، شكرا مش كفايه، نور جديد كنتوا البدايه، تحيا مصر هنعلى بيها، ايد في ايد واملنا فيها، بكره وياكم نساعد، ايد في ايد والكل. هذه الاحتفالات الترفيهية والرياضية التي تحرص وزارة الداخلية على إقامتها لقاطني المناطق الحضرية الجديدة بدعوتهم لأندية الشرطة هي تأكيد على الاهتمام الذي توليه الوزارة لهم ودعمهم، تماشياً مع توجه القيادة السياسية لتوفير حياة كريمة لهم يحققون من خلالها أحلامهم وتطلعاتهم. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية. جيت هنا اتبسطت جدا، وبشكر الرئيس السيسي والشرطة بجد. أنا عايزة أجي كل مرة في المكان ده، المكان ده جميل جدا. أنا جيت النهاردة عشان ألعب الماتش الحلو ده، مش الماتش بس هو اللي حلو، ده المكان جميل. عايزة أقول للرئيس شكرا قوي، شكرا على الفرصة اللي أنت اديتها لنا، وبجد يعني من غيرك ما كناش هنعرف ناخد الفرص دي والخطوات دي في حياتنا. بشكر سيادة الرئيس على اليوم اللي قضيناه النهاردة، وبنحبك يا رئيس. هي بداية لينا، هي بداية جديدة، حياة لينا، حياة كريمة، مصر جديدة بينا، أجيال والخير مالينا، حلم وشوفنا بعينينا، وبكرة طالع بين إيدينا. أيوة شكرا مش كفاية، شكرا مش كفاية، نور جديد كنتوا البداية، تحيا مصر هنعلى بيها، اتفيد وأملنا فيها، بكرة وياكم نساعد، ايد في ايد والكل واحد. للمزيد ينضم إلينا هاتفيا الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي. أستاذ محمود أهلا وسهلا بحضرتك. يعني في البداية نريد أن نتحدث عن مبادرة كلنا واحد وحرص وزارة الداخلية المجتمعي والإنساني، يعني كيف رأيت التواصل الاجتماعي من قبل وزارة الداخلية مع براعم الشباب أبناءنا من قاطني المجتمعات الحضرية الجديدة بعد تنظيم زيارة لشباب بشاير الخير وأسرهم لقضاء يوم رياضي وترفيهي داخل نادي ضباط الشرطة بالإسكندرية؟ يعني في الحقيقه وزاره الداخليه لا تقوم بدورها الاساسي في مكافحه الجريمه و
ويعني خلق أجواء من المواطنين فقط، ولكن كمان يتخطى دورها ذلك وصولا إلى الأمن الإنساني. وزارة الداخلية بجانب الدور العظيم والرائع اللي بتؤديه خلال الحملات الأمنية وضبط الخارجين عن القانون وخلق أجواء آمنة، وده اللي ساهم في تراجع نسب الجرائم في الفترة الأخيرة، كمان بتقوم بدور زي ما قلت حضرتك دور مجتمعي ودور إنساني ودور عظيم. هذا الدور يمكن شفناه من خلال مبادرات كلنا واحد اللي وزارة الداخلية يمكن وصلت فيها للمرحلة رقم 23، وده اللي لقي استحسان كبير وشكر من قبل الأهالي. النهارده يعني شفت التقرير اللي حضرتك عرضتيه، وزارة الداخلية بترسم البسمة على وجوه البسطاء وعلى وجوه أهالينا من سكان بشائر الخير في محافظة الإسكندرية، بتاخد الأولاد الصغيرين والبراعم وبأوتوبيسات بتنقلهم من أماكن سكنهم لنادي الشرطة في محافظة الإسكندرية، بيقضوا يوم يوم مكتمل، بتوزعت عليهم في الصباح الباكر بعض الملابس الرياضية، بدأ الأطفال كل واحد يمارس اللعبة اللي بيحب يلعبها سواء سلة أو كرة قدم أو كل الألعاب الرياضية، كمان تم توزيع جوائز عليهم، حرصوا كمان على رسم أعلام مصر على وجوه الصغار وكمان ركوب الخير، كل أنواع الترفيه الأطفال الصغيرين النهاردة مارسوه. النهاردة وزارة الداخلية بتشكل كمان وعي هؤلاء الأطفال الصغيرين اللي كانوا ساكنين في أماكن خطرة وكانت مفاهيمهم متلخبطة ومشوشة إلى بعض الشيء، لكن النهاردة بنشوف الأطفال، هو البنت الصغيرة هي بتقول أنا حلمي أكون طبيبة عشان أداوي الناس، والولد اللي بيقول لك أنا حلمي أن أكون ضابط، ضابط في جيش بلدي أو في شرطة بلدي. المفاهيم تغيرت، الأطفال دول بدأوا يكون عندهم حلم وطموح وأحلام كبيرة وعريضة للمستقبل، وصارهم اللي كانوا مرافقين ليهم كانوا حريصين النهاردة يوجهوا شكر وكل كلمات الشكر، حتى هم قالوا لفظا إن يعني كلمات الشكر لا توفي للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اللي دوما مشغول بالناس ومشغول بالبسطاء من الناس والناس اللي كانت ساكنة نعم. في أماكن خطرة. إذن كما أخبرتنا أستاذ محمود، تعدى دور وزارة الداخلية الحفاظ على الأمن الداخلي ومكافحة الجريمة إلى المبادرات التي تراعي البعد الاجتماعي بشقوقه المختلفة. الكاتب الصحفي محمود عبد الراضي، بنشكرك شكرا جزيلا على هذا الإيضاح. وفي ليبيا اتجهت وحدات من القوات الداعمة للشرعية بالحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان الليبي برئاسة فتحي بشاغة إلى طرابلس للتدخل في حماية المدنيين والمؤسسات العامة وفض الاشتباكات بعد عجز الحكومة منتهية الولاية عن ذلك. هذا وقد انسحبت قوات حماية الدستور الموالية لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها من مطار طرابلس متوجهة إلى مدينة مصراتة، حيث تستعد قوات هيثم التاجوري الداعمة للحكومة المكلفة من قبل مجلس النواب الليبي برئاسة فتح بشاغة للسيطرة على المقرات التابعة للحكومة المنتهية ولايتها. هذا وتقترب قوة عسكرية كبيرة تابعة للواء 217 وتابعة للحكومة الليبية المكلفة من البرلمان برئاسة فتح بشاغة من مدينة طرابلس، حيث حملت الحكومة الليبية المكلفة من قبل البرلمان برئاسة بشاغة الدبيبة، حملت الدبيبة مسؤولية ما يحدث في العاصمة طرابلس. أصدر المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة الليبية المكلفة من قبل مجلس النواب برئاسة فتح بشاغة، أصدرت بيانا نفى فيه ما أعلنته حكومة الوحدة الوطنية بخصوص رفض الحكومة أي مفاوضات معها. وأكد المكتب الإعلامي أن بشاغة رحب خلال الأشهر الستة الماضية بعد منح الثقة لحكومته بكل المبادرات المحلية والدولية لحل أزمة انتقال السلطة سلميا دون استجابة من حكومة الوحدة. ها
هذا وأشادت الحكومة بكل الجهود المبذولة من جميع الأطراف المحلية والدول الصديقة والمهتمة بالشأن الليبي. قالت وكالة الأنباء الليبية إن رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي قطع زيارته لتونس حيث كان يشارك في قمة التيكاد. وأوضحت الوكالة الليبية أن المنفي توجه بشكل عاجل للعاصمة طرابلس لمتابعة تطورات الأوضاع هناك. من جانبها أصدرت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا بيانا أعربت فيه عن قلقها بشأن استمرار الاشتباكات المسلحة في طرابلس. ودعت بعثة الأمم المتحدة إلى الوقف الفوري للأعمال العدائية وضرورة تذكر جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي لحماية المدنيين والأعيان المدنية. بهذا نكون قد وصلنا بحضراتكم إلى ختام جولة السادسة الإخبارية. كنت أنا معكم فيها دريم مصطفى.